صباح الخير، صباح الشقا، صباح الكوزينة العامرة، صباح الروينة، صباح الوسخ. شحال دابا في الساعة؟ هادي 11:30. 11:30، صيفطت ولادي المدرسة. مازال ما غنوريكمش راسي دابا. صيفطت ولادي المدرسة، رجعت تكيت في الصالون شوية. انا طلقيتها 11:30، راجلي ما خدامش اليوم، باقي ناعس. درت الماء الطايب ديال الاتاي، هذه خصها تمساح. واحد روينه واحد روينه واحد روينه عندي اليوم، معاودش ليكم. ما عرفاش راسي اشنو غنطيب، خاصني نمشي للسوبر مارشي. كتبت هنايا داكشي، كلشي اللي خاصني، داكشي اللي عقلت عليه. صافي، دايره هاد العيبه هنايا. كنت فكر شي حاجه، كان جبت ستيلو من هنا كنكتب، يعني كان مزيانه هاد القضيه هذه، باش نبقى اي حاجه كانت فكره زعما كنكتبها. خاصني نحيد هذه من هنا، خوات نديها السوبر مارشي، ما حد مفكره. ما عرفتش شنو غنطيب اليوم في الصراحه، هذا راه ترون ليا هنايا، ما بقاش سوبر مارشي ولا بيت الخزين ترون. تشي خواتي شويه، ما عقلتش على راسي شنو كنت حاطه. انا اخباركم، خصني نعاود نشوف الفيديو. ها ستيلو انا كنقلب عليه البارح. ما عقلتش على راسي شنو كنت حاطه هنا. المهم هادشي خصو حتى يخوى تماما، هذا باش الواحد عاوتاني ما يبالغش. الافراط في داكشي ما كاين لاش منه. هنا بدا كيخوى المشروبات، كت تخوى بلاصتهم. الحليب ديال ولادي اللي خاصني نزيد منه، بقى واحد. ميرات ديال هذه ديال دلارة كتشرب ديال الكاكاو، وميراتش فريز، اي حاجه فيها الفريز ميراتش كيحمق عليها. ما عرفتش شنو ندير لي انا، ندير لي العصير العجيب بهذا الشيء، الجوز القرقاع والبسكوي ديال ميراتش وديالي حتى انا. المهم عرفت، المهم شي نوجد الفطور شنو مازال خاص. خصني نجيب الحليب، بقاو عندي غير جوج. الحليب كنستعملو بزاف، حتى انا كنشربو. صافي هادشي كلشي كاين. الروز 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 شريتو داك النهار. هادي مازال ما حليتهاش، هادي الطحينه خاصني بصراحه نحلها. كتدار في الفطور مع هذاك الدبس ديال هذا، دبس ديال التوت ولا دبس ديال الخروب ولا دبس، هذا كيتخلطوا مع بعضياتهم في طبسيل وكيتغمسوا بالخبز، عرفتي كيجي زوينين. هذا تا هو عندي ما كليتوش، خصني تا هو نبدا نتبعو. وهذا ما كان هو التنظيف، كل شيء عندي. حيت اليوم خصني نمشي للسوبر مارشي كنشوف انا فين ما كنلقى شي حاجه في السولد كناخذ منها وكنتهنى. هذا لقيت السولد بزاف، هادو بجوج هما اللي كنستعمل، لكن رقم واحد بالنسبه ليا وهذا، رقم اثنان بالنسبه ليا وهذا. هذا منظف للماكينه كيتباع في بيم، ديتول هذا باش اكتشفت مؤخرا انه كيتباع في تركيا لكن اونلاين. خصني انا ما كيخطانيش ديتول، جبته معايا من المغرب، خاصني نكوموندي عليه باش يجيبوه ليا وصافي. هادشي اللي كاين، شوف شوف البندق شكون بغاه. شوفوا شوفوا شكون اللي غيهرسو ويحمرو ويصدع راسو معاه. خليه نوجد الفطور. مره كنكتب بالتركيه، مره كنكتب بالعربيه، داكشي اللي خاص. يدي وما جابت. خصني البنان، موز. شفتوا كيفاش كتكتب؟ هذه هي او، ماشي او بالفرنسي، او موز، دوماتيس، طماطم، بيبر. المهم داكشي داكشي داكشي، تنجي نوريكم. شنو كنت باغي نوريكم؟ بغيت نوريكم الصوره ديالي انا وماما وبابا الله يرحمه. هانتوما شوف ديلارا، ياك اللي كيشوفها كيقول لي غير ديلارا فوتوكوبي بلاد. هاي بابا تيزوين الله يرحمو ويسعدلي. هادي ديلارا ملي كانت صغيرة،
ميراج تصويرتو ما كايناش هنا. بغيت نوريكم الصالون في الحوله ديالو الجديد. هذاك النهار نسيت فجات عندي عائشه وموراها الفيديوهات اللي تصورت نسيت ما وريتكمش الصالون. فالصالون ولا بحال هكذا لانه كان كيبان الصالون فعلا خاوي وحالته ما فيه ما يتشاف. انا مولات الصالون وكنعترف الاعتراف بالخطا فضيله، درت خطا خليته خاوي فعلا. دابا عاد بان شي شويه عامر، فهمتوني؟ حطيت الصالامونجي هنا، الكراسة حطيتهم هنا، طابلت لي الوسط منهم. دابا عاد بدا كيبان شوية عامر، ومازال شي تحسينات اخرين مازال. هاد البوكي ديال عيد ميلادي نهار 18 اكتوبر ما صورتش فيه فيديو. هذا مكان هذاك الديكور تما بقى، جات معاه المكانه زوينه. دابا جات مارش جاني الصالون ولا بحال عامر. دابا هذا باش بان الصالون، هو مازال خاوي ولكن بشويه بشويه. الجهه الاخرى شنو درت فيها ما غاداش نوريكم حاليا، مازال ما درت فيها حتى شي حاجه. ملي غندير فيها غنوريكم شنو درت فيها ان شاء الله. فدابا ما جيش عندي شي واحد اللي شي حد اللي مهم ولا شي حد اللي فهمتوني شنو بغيت نقول. فاللي غيجي عندي راه غيجي يكون داكشي القلب على القلب، ماشي مشكل. فهذه هي الحلة الأخيرة ديال الصالون اللي بصراحة عجبتني. قولوا لي انتم شنو الرأي ديالكم. قبل ما نخرج بغيت نوريكم الشدة ديالي، يعني مرة ندير لكم قبل ما نخرج شي، يعني يكون عندي الوقت. دابا عندي الوقت ندير لكم شي ربطة ديال الحجاب. فهذه شي وحدة من أسهل الربطات. أخي بحاجة قول لي صارت تبقاش حط هذا الفمر، مش عندي شي ربطة صح. كطويو هذا شي شويه من هنا وكتدخلوه. دابا ما تنيتو ما والو، خليته هو كيفاش داير عادي. بعد مرات كان طويه، دابا خليته هكذا عادي في الليل. ديش على ديك الروين اللي مورايا تما. هادي بعد مرات كندير لها هكذا، شفتو؟ لان اللي درت لها هكذا كتبقى دايره بحال هكذا، شفتو؟ دائما طويوها شويه تنيوها وتتبقى لاصقه بحال هكذا. ها تمام قالك زين غير دي سيتي غير شروط غادي يدي دينار عند الطبيب، غيمشي يهزها من المدرسه
وديها اليوم عاد جا رونديفو ديال الطبيب كيعطيو على شحال عامر. صافي هادي هي الشده البنات يبقى كنشوفو هذا ممكن ديرو هكا القدام يبقى بحال هكا كيولي شيك يعني من الرباطات السهله جدا 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 واكثريه كتجي مع هاد النوع من الشيلان هادو المسلين ولا الكريب مسكين مسكين مسلين وقيله كيتخلطوا لي الاسامي. هاد الشيلان اللي خفاف كتجي معاهم هاد الشده بزاف يعني خفاف شدي حد من بحال هكذا شدي من هنا دوري شدي من هاد العيبه من بحال هكذا وصافي. قولي يا ساره اخيرا حيدتي لك الشال الكحل. والله يا بنات شوفوا ما كذبش عليكم انا الشال الكحل رانا مسكين ولا كيطلب مني الشرع صبن وعاود صبن وعاود صبن وعاود رانا ما عرفتش كنحس براسي اليز مرتاحه في الشال الكحل في الشال اللون الاسود ما عرفتش كيعجبني انا اللون الاسود بزاف في اللبس فشو تشوفوني دايره الشال الكحل غمضوا عينيكم. فهذا قلت اش ندير اش ندير من الشال لابسه دابا نيت كل شيء اسود قلت ندير شال فيه الالوان شويه فيه الحيويه وفيه النشاط وغندير غنلبس معايا هذا المنطو هذا الى جاني البرد بحال هكدا وصافي جانيت هاد اللون اصوغتي مع هذا وصافي. هو اليوم راه غتصب الشتا كنتسناو في الشتا ولكن نشوف شنو ثاني كنتسنى دابا في الكارغو عيطوا لي سيكوريتي قال لي راه جاك كارغو دابا راه دخل السيتي وقاس كيفرق وانا خاصني نخرج خاصني نتسناه. صيفطت لدلارا وميراتش على واحد لي بوت ديال الشتا دلارا ما عندهاش بوت ديال الشتا في الشتا كنفضل نلبسهم لي بوت ديال بلاستيك باش الصباط ديالهم ما كيفزكش. ميراتش عنده من داك العام باقي كيلبسو دلارا دغيا كبرات لها جلد تبارك الله كيكبروا دغيا وميراتش خديت ليه واحد البوت حتى هويا بحال برود كان فما عرفتش انا واحد جا فيهم حتى يجي دابا ونوريكم واجي دابا ما عرفتش اش من واحد جوج هم كيسولوني امتى غيجي امتى غيجي ما خاصنيش نوريه ليهم دابا صباح سولوني امتى غيجي البوت امتى غيجي البوت ف ما خاصنيش نوريه حتى يجي الاخر ما عرفتش دابا انا واحد هذا ها ديال ميراتش ماركه ديال لامبرجيك اللي بحال الكاتيربيلر لا الكات باش كيقولوا ليه ويتي ويتي وهذا زويون هذا ديال البرد ديال الشتا باش كيعجبوني هاد لي برود كان بحال هادو واخا كيكون الثلج ما كيزلقوش في الثلج يعني كيشدوا. والله الا عفسي في البرد وليت كنحير دابا حاليا ولا واحد البرد الصباح كيكونوا غادي للمدرسه كنلبسهم السبرديلات ديال راه عندها دوك لي اوك ولا لي اوك لي بوط لي مفشفشين اللي فيهم مبطين لكن مي راهش كنلبسو غير سبرديله بصراحه زويون كيف ما يعني كيف ما في الصوره. ودابا مشي السوبر مارشي ومشي نشري الحوت وهذا ما كان درت مع هاد السويكس صغيور ثاني مره كنستعملو درتو مره واحده في المغرب اللي خديتو نيت من المغرب هذه ماركه تركيه سميتها اولغا كنت خديتو من المغرب من جديده من لابيل في وثاني مره كنستعملو جاني اللون مع هاد الشيء بحال هاد لبست لي بوت هاد البوت القصير وهذا مكان شويه ديال التغيير سخفت اوه يلا مزيانه فك ساعه وانا ندور في السوبر مارشي عيد خديت جاني عبتي المنجو غنسخف غنطيح خديت هذا الحليب ديال اللوز تقول اختكم ما كتهلاش في صحتها وداكشي راه باينه عليا ضعيفه وما كنتهلاش في صحتي لكن كناكل داكشي صحي بزاف انا كيعجبني ناكل بحال هادشي المقويات داكشي اللي فيه الحليب اللوز راكم شفتوني هذاك العصير كنديرو بزاف كناكلو بزاف يعني كنستهلكو واحد الدرجه اللي بزاف يعني الحمد لله هو اللي كيخليني واقفه على الصح. ودابا قول لي بركه من الهضره
وسيري بحالك، سيري جيبي الحوت لقيتيه، انا راه باقا في لوطو بارك. عيط لي راجلي دابا، قلت ليه اش درتي مع دينار؟ داها عند طبيب. قال لي هذا الطبيب بيدياتر ما كي ما عندوش علاقه بداكشي ديال الرعاف وما الرعاف وداكشي تخص ليا صغير، خاصها طبيب خاص ديال الحنجره والودنين والنيف وداكشي. قلت له غدير؟ هو بعيده في عمرانيه بعيد. قلت لي غتجيبها للكلينيك اللي حدانا بلا رونديفو بلا والو، صافي ودوزوا لهنايا. انا غنمشي دابا نتلقى ليهم، نستناهم ويلا خرج من تما نشوف بنيتي مالها. واقيلا احتمال كبير غيقول لك خاصنا نكويو لها العرق، ولا داك الكويان العرق راه مزيان وانا راه خالعني. ميرا تبقى بوحدها في المدرسه، ما عرفش راه اختو واش خرجت من المدرسه، انا لازم حداه، ما عرفش راه اختو واش خرجت من المدرسه. دابا ملي غيبغيو يطلعوا في الترونسبور غيقول لهم ابلا انا كيبدا يبكي ليهم. لكن خصها تعود يولي يمشي بوحدها ويجي، راه لانه العام الجاي ان شاء الله غتولي تمشي هي لوحده اخرى، نفس الفرع نفس المدرسه غير فرع اخر، لا فرع اخر ديال الابتدائي. واه خصو يتعود. واش قال دين؟ خديتها ليه؟ انا خدي دين بابا. يلا خديتها ليه؟ ما بغاش تمشي معاه، قالت لي نمشي مع اني. فانا غنمشي نشري الحوت واحد. شتا بدات كتصب برنسيس كبيده. كنتسناو فيه دابا، خدينا خديتو من تما، كنتسنى فيه ينقيوه ليا، وقلت لهم يطيبوه ليا نيت ما فيا من الدار تولي كلها ريحه ديال الحوت، يطيبوه ليا نيت هنا ونمشي صافي ندير غير شي سلطه ونوض نايضه. هذا الفيديو ديال النهار، هذا هو نهاري كيفاش داز اليوم. ان شاء الله نكون ما كانش ثقيله على قلبكم، نكون ونستكم. نتلاقاو ان شاء الله الفيديو الجاي. سلامه.